فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: قد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم. كذلك يتناول هذا الأعياد، فالعيد أيضا مبني على الرؤية، أن العيد عيد الفطر وعيد الأضحى مبنيان على الرؤية. على الرؤية، أما هم فأعيادهم مبنية على الحساب، فنحن نتجنب هذا أيضا. نعم. قال: أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله، ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى. نعم، هذا من ناحية ثانية، وهو من باب القياس. إذا نهينا عن أعيادهم وقصرنا على الأعياد الشرعية، فمن باب أولى أن ننهى عن أعيادهم المبتدعة التي أحدثوها، كعيد المولد وعيد النصر وعيد كذا وكذا، وأياما قالوها من عند أنفسهم. المسلمون ليس لهم إلا عيدان، نعم، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث الأسبوعي يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع كما في الحديث.